الامارات لا عندها نيل لزراعه القمح ولا عندها ميه تصلح للري. اما القمح لان الشريب القرد بتاعهم مزروع فين؟ مزروع فين؟ مزروع في مصر. مفيش دولار نجيب قمح. لازم تعرف من كتر ما البلد فلست وبقى السيسي وعصابته الامنيه كل تركيزها دلوقتي في انه يفضلوا حيين وعايشين وراكبين فوق رقبه الشعب، حصل بعض الانفلات، بقى في تصريح يطلع من هنا تصريح من هنا، مبقوش فايقين. البلد ماشيه كانت بالكرباج السوداني، مفيش اي مسؤول يقدر يصرح ولا يعمله كده. نتيجه الافلاس ونتيجه الضياع ونتيجه استنفاد كل وسائل الدفاع والاكاذيب والقصص الملفقه ونتيجه انغماس العصابه وعلى راسها السيسي في الامن والافلاس، بقى يطلع شويه حاجات كده. وزير التموين قال للرويترز مفيش دولار نجيب قمح والقمح مركون في المباني. تخلفت مصر في شهر مايو عن سداد ثمن وارداتها من القمح، ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين حكوميين ان الحكومة قررت تأجيل سداد ثمن وارداتها من القمح منذ ديسمبر اللي فات واحنا ما ندفعش ثمن القمح نتيجة ان مفيش دولار وخوف ان واشار للوكالة. ده المهم، الى وجود شحنات قمح ما زالت بالسفن والموانئ المصرية تحتاج لدفع ثمنها بالعملة الأمريكية. هناك 11 شحنة لم تدفع القاهرة ثمنها، بالإضافة إنه محتاجين خطابات اعتماد لثمن شحنات أخرى. القمح اللي مركون في الموانئ ده فسد، تلف، وأصبح غير صالح للاستخدام الآدمي. وعندي قلق كبير جدا إن المجرمين يستخدموه عادي مع الشعب في ظل الجوع والإفلاس. خلاص القمح ده باظ اللي هو موجود في المواني، بالإضافة إلى تلف دي مدى مصر السلع المحتجزة في المواني. أشار مصدران في قطاع استيراد الحبوب إلى أزمتين أخريتين: تكلفة الأرضيات اللي بيتحمروها مقابل تخزين بضائعهم. تكلفة الأرضية 3.5 جنيه للطن في اليوم، لو عندك 50 طن هتدفع كل طلعة شمس 150,000 جنيه بحسب سليمان. لا هو اكيد 3.5 جنيه للكيلو مش للطن في اليوم، تكلفة الارضية للكيلو. ما تجيش الحسبة دي، 50 طن الطن يبقى يكلف 3,000 جنيه، يبقى الكيلو في حدود 3 جنيه عشان تبقى الحسبة صح، مش تكلفة الكيلو. ده اعتقد دي الجملة اللي طلعت غلط. الطن ب50 او الطن ب3,000 جنيه. طيب لو تتذكر زفة العمدة، زفة بنت العمدة اللي طلع فيها مصطفى بلبولي، قال فين بلبولي وقال لك روحنا افرجنا، وقلت لك ان دي اكذوبة كاكاذيب كتيرة كده. المهم الخبر نزل كالصاعقة. بعد هذا الخبر مباشرة خرج وزير التمويل الجنرال علي صلحي وقال لك هنشهد ارتفاع في سعر القمح. ليه؟ يا مأسوف على شبابك. قال لك عشان في تناطح سياسي غربي روسي، واحنا زي الغلابة على مأدوبة اللئام. ارجع الدكتور ابراهيم عشماوي اسباب ارتفاع سعر القمح الى التناطح السياسي ما بين الغرب وبين روسيا ومجموعة من دول العالم، واحنا اللي بندفع الثمن. طيب البلد مش عارفة تجيب قمح عشان في تناطح سياسي غربي روسي اللي هو اهم سلعة في الجمهورية الجديدة والقديمة. فانت بقى شوف بقى اللي احنا مش قادرينه نجيبه تحت القمح ده، ادوية ومستلزمات انتاج وقطع غيار. انت متخيل احنا عندنا مشكلة في البند الرئيسي، توقفت، شلل تام اصاب البلد، بلد في حالة كمون، كمون مرضي مش كمون هدوء. لا، الفطورة نتيجة هذا الكمون ستكون كارثية، كارثية. طيب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ خدنا قرض من الامارات عشان تجيب قمح، صعبنا على ابن زايد اللي هو ملتزم بما اقره محمد ابن سلمان رغم الخلاف، ابن زايد وتميم وامير الكويت، عمان ما بتسلفش،
كلهم ملتزمين وليس عيبا في السلطنة وأشقائنا، لكن ده مبدأه يعني، ما ما ما, ما عندهمش، مش بيلعبوا في المربع ده، فالكل ملتزم. لكن صعبنا على ابن زايد قال لك ايه ده جوع نديه. مصر تفاوض ابو ظبي لتمويل مشتريات القمح 400 مليون دولار. ايه يعني قرض عادي كل يوم بناخد قروض؟ لا ده قرض مختلف شوي. في جزء من هذا القرض وهم 100 مليون دولار ربع قيمة القرض يعني، دول قال لك دول هتجيب بيهم قمح من عندنا، تشتري قمح من عندنا. عندكم قمح؟ قال لك اه، شركة الظاهرة الإماراتية عندها قمح. شركة الظاهرة الإماراتية أعلن عالم صالحي توقيع تسهيل قرض متجدد ب 100 مليون دولار مع صندوق أبو ظبي من شركة الظاهرة، واستخدام هذا التمويل في مشتريات أخرى. نقل بلومبرج عن وزير التموين يوم الخميس أن مصر تجري محادثات للحصول بتاع كذا وتبلغ قيمته منها شركة الظاهرة 100 مليون. طيب يعني هنستلف ونقترض من الأشقاء في الإمارات عشان نجيب بالقرض اللي احنا مقترضينه من الامارات قمح من الاشقاء في الامارات. فاهم انت المهانة والذل اللي احنا فيه؟ قمح من نفس الاشقاء. يعني انت ممكن تسلفني الناس جعانة، خد. طيب خد حضرتك هات لي قمح من اللي عندك ده، فيكسبوا حلال ليهم، يكسبوا من القمح وفوائد القرض وفوائد القرض. ضيف على هذا المعلومة اللي مش خافية على حضرتك، ان الامارات لا عندها نيل لزراعة القمح ولا عندها مية تصلح للري، اما القمح اللي هنشتريه بالقرض بتاعهم مزروع فين؟ مزروع فين؟ مزروع في مصر. مزروع في مصر على ارض مصرية، القرض اماراتي وانا اشتريه من شركة اماراتية زرعة القمح. احنا داخلين بايه؟ بالارض العافية. داخلين بالارض العافية اللي هو حاجة قسما بالله يا لهوي على مرحلة الذل. وتستحوذ شركة الظاهرة في مصر على 116 الف فدان بنتوشكا وشرق العوينات والصلحية والنبرية. متخيل حضرتك؟ لا والله انت مش متخيل. لا مش متخيل ليه؟ عشان اللي جاي اسحب كارت. لا نفس عميق. ايه بقى؟ ايه سعر الفدان؟ دي شركة الظاهرة اهو، قرض من الامارات عشان نشتري القمح من شركة اماراتية اسمها الظاهرة زرعاه على اراضي مصرية. ايه كمان يا ولد؟ اسمع يا سيدي. والظاهرة شركة اماراتية مملوكة للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة، وهي متخصصة في زراعة كذا كذا كذا، وتستحوذ شركة على 116 الف فدان. وواجهت الشركة 2011 دعوة قضائية من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ليه؟ للحصول على حكم ببطلان العقد الخاص بمساحة 100,000 فدان تملكها الشركة في توشكا باعتبارها إهدار للمال العام وبيع الأرض بغير ثمنها الحقيقي. بعنا الفدان للإمارات وقت مبارك ب50 جنيه. بلغ سعر الفدادين ال 100,000 فدان 11,000 جنيه. 11,000 جنيه بحسب تقرير المركز. وأصدر المجلس الدولة وقتها فتوى ببطلان العقد، لكن لم تستكمل النيابة العامة التحقيق في القضية ليغلق الملف دون حكم. امتى احنا طالبنا بالثورة المتهمة اللي هي كانت الأمل الحقيقي لإنقاذ تلك البلاد؟ طالبنا لما الثورة واتفتح، عشان كده العسكر مخططات الإقليمية ومخططات العسكر بالمهلبية بتوع مصر إنه استرداد الحكم بأسرع وقت ممكن، لأنه هيفتح عليهم أبواب الجحيم. ليه؟ لأن العسكر من سنة 54 في مصر ومتسترين على كل الجرائم اللي حصلت في مصر وفي المنطقة. بير عميق ملوش قرار، البلد دي ملهاش صاحب ولا ليها سجلات. يعني انت مثلا ما عندكش سجلات للرئاسة من سنة 52 تقول لك ايه اللي جرى في اجتماعات الرئاسة، ما عندكش توثيق، ما عندكش اصدار المستندات او الوثائق بعد مرور 20 ولا 30 ولا 50،
حتى وثائق حرب أكتوبر المجيدة، لازم تطبعها بكلمة المجيدة، حرب أكتوبر المجيدة أنت ما عندكش وثائق عنها. فده أنا بديك مثال يعني. فأنت 70 سنة بلا تاريخ ولا ذاكرة، كل قلت لك البلد دي تحكم بالفوضى، مش زي ما بيقول الدكتور محمد الباز بالفساد. الفساد المرحلة الأولى، الثانية، لكن الأول هو الفوضى، إن هو إيه؟ ما حدش يبقى عنده خريطة، يعني أنت بالظبط زي ما يكون في عندك صرف صحي تحت، ما حدش عنده الخريطة غير شركة، فهي متحكمة وبتاخد العقود لأن هي عندها خريطة المجاري، ربنا يعز قدركم، والعمق والبتاع، فتعرف هي اللي تصلح وتعمل. هكذا مصر، مصر تحكم بلا خريطة، فيها خريطة، خريطة العسكر مخبيينها ليه؟ عشان ما حدش يجي يغفلهم وياخدوا البلد منهم، خلاص؟ فلما جت الثورة قالت ايه يا جماعة العادي ده 50 جنيه لحمدان بن زايد شقيق محمد بن زايد. فلما جم بتوع يناير الوحشين رفعوا قضية عشان يستردوا الارض، جه السيسي وعمل انقلاب واتقفلت قضية. انت بتتكلم مع رعاه وتدور عجلة الزمن مع ربك العدل، بعد 10 سنين نروح للامارات ناخد منهم قرض عشان نجيب القمح من الارض اللي بعناها لهم ببلاش، فقالولنا تشتروا القمح بفوايد اللي زرعينه على ارضكم اللي خدناها ببلاش، وقاموا مطلعين ليهم لسنة يا سعادة البيه. وده ليه؟ دي واحدة من ثمرات حقيقة كبيرة جدا جدا للحكم العسكري اللي بيحصل في مصر. قصة بقولك لما تيجي في فيلم هندي يقولك يا جماعة والهنود اتطوروا بقى، مش كانوا الافلام دي كنا بنشوفها في العيد بتاعت أميتاب باتشان؟ لا، احنا بنشوفها افلام مصرية صميمة صميمة، ولله الامر من قبل ومن بعد. 50 جنيه يا بلاش، يقوم يدينا قرض ب 400 مليون عشان ناكل من ارضنا. وده ليه طول عمرك يا معتز كده؟ انا عارف العيب اللي فيا ده ما بيتعالجش ابدا، كل حاجه الحق تقلبه باطل. يا ابني كنا محتاجين خبره الامارات في الزراعه. يا ابني كنا محتاجين، عندهم تقنيات مش عندنا. يا ابني الامارات امارات عمرها في الزمن، ما ينفعش دوله زي مصر تعرف تزرع ارضها، لازم تستعين باشقاء. تفهم ايه انت في زراعة الامارات وحلاوة الامارات؟ كل واحد يدي اللي جنبه قلم، كل واحد يدي اللي جنبه قلم. هكذا هو الامر، هكذا هو الامر. زي بالظبط جيش مصر ومسافة السكة واحنا والعافي ما حدش يقدر ياكل لقمته، وانا اقدر اعمل. حمدتي بيبصم لحد النهاردة، لا بيعرف يقرأ ولا يكتب، وقطع طرق وكراع جمال، وده شيء ما يعبوش. أم نايم عساكرنا كده ولا قدرنا نفتح بقنا، ولحد النهاردة انت ما شفتش عساكرك وهم راجعين عشان الخزي والعار مغطي الجنرالات، رجعوهم في انصاص الليالي. قوم الامارات عشان برضو عندها خبرة عسكرية زي الخبرة الزراعية، توسطت واجبرت الكلاب بتوع العسكر ان يطلعوا بيان يشكروا في الامارات ان عساكرنا رجعوا منين؟ من السودان. عشان كده الامارات فاقتنا في الخبرة العسكرية والاقتصادية، فاحنا محتاجين لها.